دعوة المرأة إلى الاطلاع بدور ريادي في إنجاح مشروع الجهوية الموسعة هي ما ميز فطور مناقشة حول موضوع الجهوية الموسعة أي نموذج لمشاركة النساء في تدبير الشأن الجهوي والذي دعت إليه الشبكة الدولية للاتصال من أجل ولوج النساء لمراكز القرار. هذا اليوم التواجد ديالنا هي كتكملة للمناقشات اللي كانت في الجهات باش نعطيو رأينا ونبداو رأينا حنا أي جهوية نطلب وكيف المرأة تكون أكثر فعالية في إرساء الجهوية المتقدمة في المغرب في إطار التوجه السياسي وفي إطار التوجه الديمقراطي. الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء والبيئة والرئيسة المؤسسة للشبكة حكيمة الحيطي اعتبرت خلال اللقاء أن النساء يتحملن مسؤولية كبيرة في ضمان مشاركة فاعلة في إطار الجهوية الموسعة، مؤكدة أن كل الفرص متاحة أمام المرأة للانخراط بفاعلية في منظومة الجهوية الموسعة.